في آخر بياناتكم سيادة الفريق كانت أو بيانات الجيش كانت الأخبار تقول أن ربما الوضع مستقر في جميع الولايات، ولكن هناك بعض المناوشات في أجزاء من العاصمة أو بعض مدن العاصمة. ما هو الوضع الآن في العاصمة الخرطوم؟ طبعا الولايات جميعها ما فيها أي وجود لما يسمى الدعم السريع او هذه الميليشيا المتمرده، هنالك بعض الوطنيين من افراد الدعم السريع انضموا الى القوات المسلحه وهم محل ترحيب. العاصمه الان الدعم السريع موجود في وسط المواطنين، موجود في المستشفيات، موجود في مقار الشرطه، موجود في المناطق الخدميه، موجود في مناطق الخدمه التي حرم منها المواطنين، لكن لا وجود لهم في قواعدهم العسكريه، لا وجود لهم في اي موقع عسكري. إنما احتموا بالمواطنين، احتموا بمواقع الخدمات، وسيتم تطهيرهم قريبا إن شاء الله. يعني نستطيع أن نقول أن الوضع مستقر الآن في جميع الولايات السودانية؟ الوضع مشهود له بأنه مستقر في جميع الولايات ما عدا الخرطوم كما ذكرت لك. هذه القوة الغاشمة الباغية تحتمي بالمواطنين في مساكن المواطنين، في مراكز الخدمات، في كل ما يمكن أن يعود بالأمن والأمان على المواطنين، هم موجودين فيه خشية هجمات القوات المسلحة.